وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من بيروت الصحفي والمحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق. سيد عبد الحكيم، ما تعليقك عن حديث معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى بريطانيا لصحيفة تلغراف، وذلك الذي تحدث فيه عن تقارير ربطت الانتحاري المسؤول عن تفجيرات مانشستر بجماعات ليبية إرهابية مدعومة من الدوحة؟ مساء الخير سيدتي، رمضان كريم. أنا أعتبر ما أدلى به سعادة السفير البحريني في المملكة المتحدة هي شهادة يجب أن تضاف إلى حزمة الشهائد التي تؤكد بما لا يدع مجال الشك، يعني ضلوع قطر في ما يسمى بربيع الدم العربي أو خليف الدم العربي. يعني حقيقة عندما يدلي سفير المملكة المتحدة سفير أسف مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة بهذه الشهادة، عندما يدلل بشكل صريح وقاطع على أن قطر ساهمت بشكل كبير جدا في تدمير بلد عربي وتشريد شعبه، وكانت حقيقة تنفذ مخطط كبير جدا ربما طال حتى دول مجلس التعاون الخليجي لولا لطف الله. فما نشرته صحيفة التلغراف أنا أعتبره متأخرا حقيقة، لأن إذا أردنا أن نغوص في مبحث هل لدى المخابرات العالمية علم بما قامت به دولة قطر أو حكامها فهذا يحتاج إلى تحليل عميق. لكن على كل حال يعني هذه الاستفاقة بغية ترتيب البيت الخليجي بالدرجة الأولى وترتيب البيت العربي هي مهمة وفي مرحلة مفصلية تمر بها أمتنا المسلمة ونحن نتعرض إلى مشروع تقسيم. فما قامت به دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين يعد حقيقة صفعة على من يفكر في إحداث خلل في منظومة الأمن القومي العربي. ونحن نتمنى حقيقة من الجامعة العربية أن تحدو هذا الحدو، لأن الجامعة العربية هي بيت العرب وكل الدول العربية أعضاء فيها، والشعوب دائما تنتظر قرارات مصيرية في من الجامعة العربية. اليوم تكشف لنا بالأدلة وبالبراهين وبالأسانيد وبالمشاهد التصويرية ما قامت به قطر وحكامها وجلسة مخابراتها في ليبيا، وهي تعدت حتى الخطوط الحمر. يعني هي لم تكن مفوضة حتى تقوم بجريمة اغتيال سياسية أو تقوم بسرقة ونهب مقدرات الشعب الليبي أو تقوم بتجنيد عملاء أو تدعم حركات أصولية متطرفة لذبح الليبيين. حقيقة هذا شيء يندى له الجبين وعار على علينا جميعا السكوت عليه. ويجب ليس فقط تقديم تعهدات أو